الدورة هي دورة السينماتيك تريكس، الطلاب تعلموا فيه البيسكس برنامج الافتر افكتس. احنا كنا تخصصنا صوب الفيجوال افكتس اكثر من الموشن جرافيكس. تعلمنا التولز يعني الاستخدام البسيط لها، وعقب اخذنا تطبيقات على كل واحد من هاي التولز شلون ممكن نوظفها في موضوع الفيجوال افكتس. فمثلا الكيينج والفريدي تراكينج تعلمنا فيهم شلون تغير الانفايرمنت مثل الممثل وتخلق انفايرمنت جديد من عندك. وصراحة لقيت تفاعل يعني وايد ممتاز من الطلاب ما توقعته، وهي بشر صراحة بطاقات حلوة جاية في صناعة الأفلام في عندنا في البحرين.